من بعد 30 عام الزواج وعامين على الموت المرحوم عزيز سعد الله، توفت البارح بالليل الفنانة خديجة أسد. ولكن شنو علاقة هادشي بماما وجداتي؟ وعلاش هادشي ممكن يوقع لك أولا لوالديك؟ وشنو هو التفسير العلمي للموت خديجة؟ هادشي اللي غنهضر لكم عليه في هذا الفيديو هو ظاهرة من أجمل أشكال الحب والحياة والموت. خديجة كتعرف عزيز منين كان في عمرها 17 عام وهو في عمره 19. خدموا مع بعضياتهم في المسرح لسنوات لدرجة أنهم ولاو كيحسوا بالراحة غير إلا خدموا مع بعضياتهم، وتما كان باقي ما بيناتهم والو. مثلوا مع بعضياتهم باللي مزوجين بزاف المرات، ومع الوقت الإحساس بالراحه لبعضياتهم تحول الحب، ومن بعد الزواج حقيقي كيتعتبروا من احسن لي كوب اللي دازوا في المغرب. ماشي لانهم كانوا كوب المثالي، ولكن لسبب بسيط يمكن يكون هو اللي خارج على الجيل ديال دابا ومخليه يطلق على وديت اي سبه. خديجه وعزيز كانوا صريحين مع بعضياتهم بزاف، وكان الا شي واحد دار شي حاجه ما عجبتش الاخر كيكون صريح وكيناقش معاه المشكل، وهذه واحد الحاجه اللي قليل في الناس المزوجين كيديروها. هذا الكوب اللي كان كيصبر على بعضياته ومتقبل العيوب اللي عند كل واحد فيهم، وهذا الشيء اللي خلاهم يصبروا في الزواج اللي دام اكثر من 30 عام. اما دابا لي كوبل ولاو كيتزوجوا ويدوزوا شهر العسل حتى كيسالي، عاد كتبان لهم الحياه صعيبه وكيقصدوا المحكمه زعما راه قضاوها. خديجه كانت حاطه الراس على عزيز، وحتى هو نفس الحاجه، كيخدموا بجوج ويخرجوا بجوج وكل شيء كيديروه مجموعين. ولكن من بعد المد عزيز اللي كان كيصارع حتى هو السرطان والعذاب ديال الفرق ديالو اللي دام عامين وهي ما قدراتش تنساه، دام الامانه امانته. كان يكفي تجبد الخديجة سميتو في شي مقابله باش دموعها يسيلوا بلا ما تحس، ولكن شاءت الاقدار وربي بغى يلاقيهم في السماء. العلماء قدروا يثبتوا بلي الا جوج الناس عاشوا مع بعضياتهم لفتره طويله فغالبا فاش كيموت شي واحد فيهم الطرف الاخر ما كيطولش بزاف، وهذا الظاهره سميتها متلازمه القلب المنكسر، اولا في القاموس العلمي دويدو هود ايفيكت. ولكن بلاتي غتقولوا لي خديجه اسد ماتت بالسرطان ماشي بالحزن، غنقول لك اه، ولكن بعض الدراسات اللي دارتهم جامعه شيكاغو للطب قالت على انه الحزن كيقدر ياثر على الوظائف ديال الجسم ويؤدي لمشاكل صحيه ويقدر يسبب في التهابات ويقضي على المناعه ديال الانسان، وهذا الشيء كيخلي الانسان يبقى طايح مريض لمده طويله. والاخطر من هذا الشيء هو ان الحزن يقدر يضعف العضلات القلب، وهذا الشيء هو اللي كيتسبب في متلازمه القلب المنكسر اللي ذكرتها في الاول. زيد عليها انه الانسان كل ما كان مكتئب وما عندوش امل في الحياه كل ما الجسم كيزيد يرفض العلاج لاي مرض كان. ايوا دابا شنو جاب هذا الشيء لماما وجده؟ وعلاش كيف ما قلت لكم يقدر يبقى هذا الشيء لاي واحد؟ جده كانت مزوجه بجدي لاكثر من 50 عام، 50 عام هما كيتناقروا بيناتهم، وكل لقاو كنقتلوا بعضياتهم لدرجه انه فاش كان كيموت هي بدات كتضحك معنا عادي، ولكن غير مات ما بقاتش الضحكه كتبان على وجهها وطاحت مريضه ديال بالصح، وتقريبا من مورا عامين حتى هي ماتت. اما بالنسبه لماما فهي من نهار تلقات وهي عايشه مع جده لاكثر من 20 عام، وحتى هي من بعد عامين وهي كتبكي على الفرق جده وصلها الاجل وماتت صغير بالحزن. ما كانتش مريضه اولا عندها شي اعراض كتبين باللي غتموت، ولكن كيف ما قلت لكم الواحد فاش كيحزن بزاف على فرق شي حد القلب كيعيا، وكل ما كانت المده اللي دوزها مع الطرف الاخر طويله كل ما كانت الصدمه والالم صعب. وفي حال ديما اللي مات ليه شي واحد يخليها لنا في التعاليق نترحموا عليه كاملين.